بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس بقوة الله جل وعلا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس بقوة الله جل وعلا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس بقوة الله جل وعلا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار.